حقق افهم حقق العب حقق اكبر حقق ارفض او اختار حقق اخذ القرار حقق اتعلم وعيش بكرامه وبامان بحريه ومساواه تتمتع بالحياه فريق واحد متلب متلي نكمل بعض مع بعض نبني منغني نلعب نربح ونتسلم نعبي ونفهم منقول when you're right فريق واحد متلب متلي نكمل بعض مع بعض من برنامج بازل رحبوا معنا أصدقائي بالموسيقى بتحبوه كتير ميلاد حتشيتي. مرحبا لكل يلي عم بيتابعوا حلقات بازل من أسبوع لأسبوع. اليوم الحلقة كمان رح ينضم إلنا 10 أعضاء جداد إن كان من فريق الأقوياء ومن فريق النجوم. 10 شباب وصبايا من بلدان مختلفة، من خلفيات مختلفة، بس يلي بيجمعهم حبهم وشغفهم للحياة وحبهم كمان ليتعلموا أكثر عن حقوقهم وينمو، وهيدا هو هدف برنامجنا. رح نرحب بالبداية بالأعضاء الجداد لفريق الأقوياء. بنرحب بأحمد، عزيزة، سلاف، عدنان وميس. أهلا وسهلا فيكن أنتو الأقوياء اليوم. شو أحمد مستعد للتحدي؟ مستعدين. حضرتوا حالكم عزيزة، حضرتي حالك منيح، تمرنتوا؟ شو سلاف؟ أنا بعرف عنك إنك بترقصي وبتغني وعندك كتير مواهب، رح تفرجينا إياهم الليلة؟ إيه. إيه؟ يلا، عدنان وميس، نحن كتير مبسوطين فيكم، مبسوطين إنه أنتم معنا اليوم، ورح نتعرف عليكم أكثر عن هواياتكم، عن شو بتحبوا بهالتقرير. اسمي عزيزة حمد المواس، عمري 11 سنة، جاية من سوريا، بحب كتير اتصور 5-6 باليوم، كلهم سيلفي. اسمي عدنان العبدالله، عمري 12 سنة، جاي من سوريا، بحب لغة العربي لأنها هي لغتي إلي. اسمي سلاف سامر سليمان، عمري 12 سنة، جاي من سوريا، بحب ألعب أنا وأصدقائي، نلعب اللي بدنا إياه. أنا بنت بلعب كرة قدم عادي. اسمي أحمد العبدالله من سوريا، عمري 15 سنة، بحب كتير بمضي وقتي بالطبيعة، كتير بحب أتمشى تحت المطر. اسمي ميس الفرج، عمري 14، جاية من سوريا، بحب أكتر شيء ألعب باسكتبول حسب الفريق اللي بكون عم ألعب معه يعني. كل إنسان عنده موهبة إذا اكتشفها بيصير يحب أكتر الحياة وبيصير يعملها بحب. سلاف بس تكوني عم بتغني وترقصي شو بتحسي؟ بحس إني مبسوطة. بتحسي بفرح لما بتعملي هيدا الشيء اللي بتحبيه. سو أنا بتمنى اليوم إنك تشعري كمان بالفرح بين خلال هالحلقة، وبتمنى لكم التوفيق للفريق لأنه مقابلكم في فريق منو هينا. خلونا نستقبل فريق النجوم. منرحب بسلسبيل، مارك، ضحى، رشيد وعبد الحميد. اهلا وسهلا فيكم، انتم فريق النجوم اليوم. شو عبد الحميد حاطط بندانا على راسك، مستعد للتحدي؟ ايه بدك تربحهم اليوم. شو رشيد؟ اكيد رح نربح اليوم. ضحى قديش مستعد؟ اوف كورس بدنا نربح. مارك، سلسبيل، ليكي فريق الاقوياء، اقوياء يعني بدنا يكون التحدي قوي، صحيح؟ قديش إذا اشتغلتوا كمجموعة برأيك سلسبيل بتضمنوا أكثر النجاح؟ يعني إذا كنتوا عندكم استراتيجيات وحطيتوا خطط مع بعضكم كفريق؟ أكيد يعني بنربح، بعدين الأقوياء بالاسم بدنا نشوف بالفعل. الأقوياء بالاسم بدنا نشوف بالفعل. رح نشوف هلأ، بس قبل لازم نشوف نتعرف عليكم أكثر عن هواياتكم، من وين جايين وشو بتحبوا بهالتقرير. اسمي سلسبيل، عمري 14 سنة، من سوريا، بوقت فراغي بساعد أمي يا بحضر التلفزيون. أنا اسمي رشيد، عمري 14 سنة، أنا من سوريا، بحب غير بشكلي، مثلا شعراتي بحب دايما زبطون، أنا بشتغل بالصالون لأنه. اسمي ضحى الفرج، عمري 14، من سوريا، أكتر مادة بحبها بالمدرسة الإنجليش. مارك الزرعاوي، عمري 12، من لبنان، بحب أكتر شيء ألعب فوتبول وباسكت. اسمي عبد الحميد مصطفى، عمري 11 سنة، من سوريا، بكون كتير مبسوط إنه بكون عم بدرس عم بلعب. و
قبل ما نبدا التحدي بدنا نرحب بحكام بحلقتنا لليوم ماري تلاز وجودة. اهلا وسهلا فيكم. النتيجه لهلا صارت 23 لفريق الاقوياء من الحلقات الماضيه و20 لفريق النجوم، يعني نتيجه شوي متقاربه. فيكم اليوم تعدلوا النتيجه. اما ليلي عم بيتابعونا ببيوتهم ما تنسوا تشاركونا ارائكم، عوزوا كل الهاشتاجز عبر كل السوشيال ميديا، اعطونا رايكم، العبوا معنا، واكيد فيكم تشاركونا بكل تفاصيل الالعاب وتعطونا رايكم بكل مواضيع حلقاتنا. اللعبه الاولى مين بيشرحها؟ تفضل جودة. لعبه اليوم، اول لعبه معنا لليوم رح تكون بتعتمد على السرعه. سرعه الخمس مشتركين بكل فريق رح يكونوا عم يتسابقوا، رح يكونوا عم يركضوا بسرعه، رح ينطوا، رح يفزوا باجر وحده، رح يروحوا زيكزاك. عنا هيدي مثل ما شايفين عنا أكثر من محطة. بأول محطة رح يكون مشتركين عم بروح حوالين الأعمدة، بعدين رح ينطوا هون، رح ينطوا فوق بعض، بعدين رح ينطوا بإجر وحدة من هون لآخر السلم، بدون يلفوا ورا هذيك الإشارة الأخيرة، بعدين بدون يركضوا بشكل متعرج لا اخر نقطه. اوكي بعدين بيجي المشترك الثاني. اوكي سوف اذا بدهم يسلموا بعضهم وبدنا نشوف قد ايه اخذوا مده. مزبوط. ويلي رح ينفذ هالمهمه باقل مده هو يلي رح بيفوز. اوكي النجوم عندكم فرصه تعدلوا النتيجه وتربحوا اكثر من الاقوياء، والاقوياء عندكم فرصه تخلوا رصيدكم بالمرتبه الاولى. يلا لكن رح نبدا هالمره، دائما انا بحب نبدا مع الفريق يلي بعده نقاطه اقل لنعطيه هيك فرصه ونحمسه كمان. جودة بدك تسمح لنا مع فريق ماري تريز اليوم نبدا اللعبه. يلا يلا يا شباب مستعدين؟ صفارة الانطلاق من عند جودة. يلا سلسبيل. سلسبيل. على اجر وحده. على اجر وحده. برافو سلسبيل. برافو سلسبيل. يلا سلمي مارك. مارك مارك مارك. شجع 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 شجع. على اجر وحده. يلا مارك اسرع 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 مارك. يلا ضحى. ضحى 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 ضحى. يلا رشيد يلا رشيد. رشيد 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 رشيد. على اجر وحده رشيد. رشيد رشيد رشيد. يلا باقي عبد الحميد. يلا عبد الحميد. برافو عبد الحميد. يلا وصل قد ايه الوقت؟ الدقيقة 25 ثانية. برافو ارجعوا على محلاتكم. هل رح يقدر فريق الأقوياء يعملها بأقل مدة أو لا؟ رح نكتشف بعد شوي. يلا احمد جاهزين؟ جودة تايمينج ضبطها ضبطها. يلا كمل كمل كمل. يلا احمد يلا احمد يلا احمد بسرعه. عزيزة أسرع 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 أسرع. يلا عدنان. اوه اجر وحده اجر وحده. اسرع اسرع اسرع
أسرع 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 أسرع. ركض ركض ركض. انتهى الوقت. قد ايه؟ دقيقة و27 ثانية. تفضلوا تفضلوا فريق أقوياء على محلاتكم. تفضلوا على محلاتكم لأنه صراحة حكام بعرف إنه أنتم بدكم يلي تحكموا على هيدا الموضوع. هلا أكيد فريق النجوم عمل وقت أقل. اسمعوني بس شو بدي أقول لكم. مما كان واضح لإلي وأكيد للمشاهدين إنه يكاد يكون رشيد هو أكثر واحد التزم بالنط مثل ما قلتوا بهيدا الموضوع. ورشيد برافو عليك، برافو لأنه التزمت كثير بهيدا الموضوع. هلا أما أداء الفريقين أنا كمان شفت كثير تفاوت، بس بترككم أنتم تحكموا بين أداء فريق الأقوياء وأداء فريق النجوم. نحن رح نعرف مين يلي فاز بهيدي اللعبة، وهل النجوم لأول مرة بالبازل رح يقدروا يعدلوا النتيجة ويسبقوا فريق الأقوياء بعد الفاصل. كانت لعبة رياضية وكتير حلوة ومشوقة يعني، فهي بتخلينا نتشجع على نكون رياضيين أو مثلا نحب الحياة أكتر. كنت أنا شوي متوترة لأنه كان فيها لازم نكون سريعين، لازم نختصر وقت، فكان لازم أني أركض بأقل وقت كرمال فريقي هو اللي يربح. كنت متشجعة ومتحمسة حتى بلش لعب. كنت خجولة وأنا عم ألعب بسبب التصوير. أنا التزمت لأنه أنا متعودة على هيك أشياء، دايما بكون مع رفقاتي وبنعمل قواعد كتير حلوة، فلازم مجبورين نلتزم فيها، فيمكن غيري ما بيعرفوا فيها. إنه نمشي مثل ما هي قوانين اللعبة، لأنه حتى لو تخطينا فهي الشيء رح ينقص من نقاط اللعبة تبعتنا. هلأ ما بيأثر الخسارة عادي، بس المهم إنه تعاوننا كنا مع بعض حتى نصغر الوقت. فينا نشوف رفقاتنا كيف عم يلعبوا ونتشجع. أنا شعوري إنه كتير مبسوط وفرحت لأنه بعد فريقي بعد ما عدل، وهلأ رح نعدل لأنه نحن فريقنا تقريباً فايز، جبنا وقت أقل. ممكن أن يكون أداء الصبيان أحسن من أداء البنات، لأن ممكن أن يكون عندهم طاقة أكثر منا. هلا هو لازم نتعاون حتى نتحسن. ممكن كمان لأنه البنات كانوا مستحيين من الألعاب لأنه هي كان فيها ركض ونط وهيك. البنت مثل الصبي فيها تحقق الأرقام القياسية. ممكن أقدر أتغلب على خجلي وأعرف ألعب منيح. منتابع حلقة اليوم من بازل، ومن بعدنا لعبنا اللعبة الأولى. نحن بانتظار نعرف نتيجة اللعبة لنشوف كيف حيتغيروا السكورات. بس قبل بدي أذكركم أنه لهلأ فريق الأقوياء عنده 23 نقطة وفريق النجوم 20 نقطة. ماري تراز كل عيوننا عليك لتقولي لنا النتيجة. الفريقين عملوا نتيجة كتير حلوة، بس نعم. للأسف رح يكون في رابح واحد. فريق النجوم كان أخذوا وقت أقل وكان أدائهم أحسن، لذلك نحن قررنا أنه رح ياخذوا فريق النجوم أربع علامات وفريق الأقوياء علامة واحدة. فريق النجوم أربع علامات، فريق الأقوياء علامة واحدة. يعني لأول مرة بالبرنامج بيصير في عنا تعادل. صار عنا 24 ب 24 نقطة. يعني بدي أبارك لفريق النجوم لأنه قدر لأول مرة من بعد كم حلقة يعدل النتيجة ويصير في عنا تعادل بين الفريقين، بس في عنا تحدي جديد هالمرة. ميلاد بحب أقول لك نعم. ممكن تكون آخر تعادل. ماري ترى جاوبي، أنا ما رح أحكي شيء. أكيد رح يكون آخر تعادل، رح نربح. بصلح. لا لا بتلعنا. طيب شبيبي اسمعوني منيح شو المطلوب منكم بهيدي اللعبة. أمامكم إذا عم تشوفوا في كارت هون ملونين، خلف من الميل الثاني من الجهة الثانية في صورة. هالصورة فيها خطأ معين، خطأ سلوكي، خطأ بالتفكير، ربما في خطأ معين، في شيء منه، في ربما يكون أمر غير أخلاقي أو غير أدبي خليني أقول.
بدكن تكتشفوا كل صورة شو هي الأخطاء يلي فيها. بس تبرموا أول صورة تتشاوروا مع بعضكن، واحد من الفريق بيقلنا شو الخطأ بهالصورة. جاهزين؟ بما أنه بدينا مع فريق النجوم قبل شوي، هالمرة رح نعطي الدور لفريق الأقوياء. بس بدي أطلب منكن، مين رح تختاروا أنه هو يعطيني النتيجة من الفريق؟ تشاوروا وقولوا لي مين بدكن يعطي النتيجة. ما عندكم كثير وقت. مين؟ أحمد؟ أحمد. أوكي. تشاوروا مع بعضكم وقولوا لي شو الخطأ بهالصورة. جودة، ما فيك تعمل أي تدخل. كمان ماري تريز. تشاوروا شو الخطأ بهالصورة. جاهزين؟ أحمد، شو الخطأ بهالصورة؟ الخطأ هون السلوك. شو هو؟ شو اسمه؟ قاعدين على طاولة، أب ومرته والولاد اثنين صغار قاعدين على طاولة، فمتركين كل الكراسي فاضيين ومعدين ولادهم على الطاولة. في خطأ إنه قاعدين الولاد على الطاولة، فيكون هيدا خطأ سلوكي، لازم يقعدوا الولاد يعلمون الأدبيات إنه يقعدوا على وحدة. خطأ حلو، بس هو نحن ما كان هيدا المقصود بهيدا الموضوع. بس بعد في شيء خطأ تاني ممكن تلاقوه؟ فكروا شو ممكن يكون؟ لأنه الشيء اللي قلتوه منطقي، إنه الولد قاعدينه على الطاولة، بس يمكن لأنه صغير. يلا، ما عندكم كتير وقت. في خطأ تاني حدا سمعت عزيزة كانت عم بتشير عليه، بس ما ركزتوا معه. ركزوا مع عزيزة كانت عم بتقول شيء. أنا ما فيي اتدخل ميلاد. لا، ما فيك تتدخل أبدا. طب ما بدي ساعد فريقي. لا. أوكي. يلا، جاهزين؟ جاهزين. شو يا أحمد؟ شو قالت لك عزيزة؟ شو قلته؟ اكتشفت عزيزة إنه هون، إنه معقول بالكتابة. عزيزة، شو كنت عم بتقولي؟ كنت عم أقول يعني إنه هي لأنه ما عنده أولاد، عم تطلع على هدول كيف عايشين وكيف مبسوطين و... أوكي. ما قدرتوا لقطوا، لأنه هيدي الصورة إذا لاحظتوا فيها هالعاملة المنزلية يلي هي عم تشتغل مع هالعيلة، حطينا على جنب، هي لحالة على جنب وهن قاعدين لحال مع بعضهم. بتعرفوا أنه نحن في ببعض منازلنا عاملات منزليات، لازم نكرمهم ولازم نعملهم بطريقة جيدة حتى اجتماعياً، ما نقصيهم ويكونوا لحالهم لما بيكون بالظهرات، لأنه هن صاروا جزء من هيدي العيلة. أوكي؟ معلش معلش، في صورة تانية اكتشفوها. يلا، شو الخطأ برأيكم بهالصورة؟ شو شايفين؟ وشو ممكن يكون الخطأ؟ الخطأ، انتبهوا، فيكون متعلق بحقوقكم أنتو كأطفال. كما شتو تشاوروا واعطوني الجواب. قولي لأحمد عزيزة. أحمد، يلا. بهاي الصورة إنه مبين إنه ولد صغير. ولد صغير شو عم يعمل؟ فرجيها للكاميرا برما، فرجيها شو عم يعمل؟ ولد صغير عم يشتغل. بوقت؟ إنه هاد ولد بوقت إنه يعني صغير ما خرج شغل هيك. شو وين لازم يكون عزيز لازم الولد؟ لازم يكون بالدراسة. بالدراسة، وشو بعد؟ شو عنده حق الولد؟ لعب. لعب، برافو. برافو عليكم، مزبوط. هيدي الصورة الخطأ فيها إنه ولد عم يشتغل. لازم يكون الولد بالمدرسة وعم يتعلم وعنده حق إنه يلعب وإنه ينمى. حتى انتبهوا بعض الأشغال يلي بيكون فيها شوي بدها مهارات جسدية، فيكون الولد ما عنده إياها بعد، ممكن تسبب له أي ضرر، يعني كمان في ضرر على صحته كمان الجسدي. رح أعتبر إنه أنتو عرفتوا وحدة من اثنين. جودة، وحدة من اثنين. خطر يداهمكم. فريق النجوم، مين رح يعطينا النتيجة؟ تشاوروا. كثير مهم انه انتم تقرروا على حدا يعطينا النتيجه وتكونوا توثقوا بقراره. مين رح يعطي النتيجه؟ رشيد. رشيد. رشيد.
ركزوا على الصورة، شوفوا شو فيها خطأ هالصورة. ماري تريز، لا يحق لك التدخل. مثل جودة. جاهزين؟ نعم. فرجينا هالصورة وقلنا شو الخطأ. الخطأ إنه هون في كذا يعني عالم، بس كيف؟ يعني هن ممكن عندهم قدرة إنه يوقفوا، بس في شباب وعندهم قدرة يوقفوا. إيه شباب يعني، وفي ختيارة هون واقفة بالميكرو بالباص، ومش شايفينها، كأنه عاملين حالهم ما لها اعتبار. وتركينا واقفة ومش مقعدينا. تعرف إكرام، إكرام الكبار بالعمر شغلة كتير حلوة. الشباب والأطفال لما بيكونوا بمحل وفي حدا كبير السن أكيد لازم هن يوقفوا ويقعدوه، هيدا من الأدبيات ومن الأخلاقيات. وبرافو رشيد، هيدي أول نقطة لإلكن. يلا شوفوا. يلا ما عندكم كتير وقت فريق النجوم. شو مارك؟ شاركوا، شاركوا الكل. عبد الحميد اعطيه رأيك كمان. يلا مش الحال. هيدي الصورة شو فيها خطأ؟ هون في شخص ذو احتياجات خاصة موجود بأحد الملاهي أو ملاعب مع الشباب. بس هو في فرق بينه وبينهم إنه هن طبيعي وبيقدروا يلعبوا وبيقدروا كل شيء، وهو لا، فهو عم بيتفرج عليهم هن مش معتبرين له وجود، ما عم بيشاركوا معه، ومش عم بيشاركوا معه. هن كان فيهم يعملوا شيء انه يلعبوا على قده. واو رشيد، انا اول شيء انا كثير ممنون لك، لانك اول شيء لك استعملت تعبير حلو وتعبير مش كثير حلو. رح اقول لك الفرق بيناتهم، لانه لما استعملت شخص ذو احتياجات خاصة مزبوط، لأنه هيدا التعبير صحيح، ما منستعمل تعبير تانية. بينما بالمقابل استعملت ناس طبيعيين. كلمة طبيعي هون منا كتير حلوة، وبعرف أنك أنت قلتها على السرعة وما بتقصد فيها، لأنه كنت كتير حساس لما قلت بصاحب ذوي الاحتياجات الخاصة. نحن كلنا ناس طبيعيين وكلنا ناس عنا احتياجات، حتى لو كان عنا احتياجات خاصة. بس الحلو فيك يلي لقيتوه أنتو كفريق، أنه لازم نشرف كمان الأطفال اللي عندهم احتياجات خاصة معنا باللعب على قدهم. فريق النجوم حزر صورتين، وفريق الأقوياء حزر الصورة. هلأ عنا تقرير بكل حلقة، وبترك هون ماري تريز وجودة، منو كتير مبسوط طبعاً جودة، بس يتناقشوا على النتيجة تحت الهواء. نحن بكل حلقة مثل ما شفتوا الشباب والصبايا بيتناقشوا بكتير من المواضيع وبيعطوا رأيهم فيها العلاقة بحقوقهم، حقوقهم كصبيان وبنات، مساواة، حرية وغيرها من المواضيع. سألناهم عن موضوع جديد، شوفوا شو جاوبوا وبعدها منعرف النتيجة. أيام ما بيكون في مساواة بنظلم حدا على حساب حدا تاني. هلا كتيرن كلهم بيقولوا إنه الشاب أعلى من البنت، إنه البنت لازم تضل قاعدة بالبيت والشاب لازم يعمل شو ما بده. أنا بسمع كتير بالمدرسة إنه في أشياء من حق الشاب يعملها وفي أشياء من حق البنت ما تعمله. في بعض العادات والتقاليد بيقولوا إنه البنت ما من حقها إنها تتعلم. كتير بسمع إنه بيفرقوا بين الشاب والبنت، بيقولوا إنه الشاب له سمعته، له أهمية أكبر من البنت. ما في فرق بين الشاب والبنت، كلنا مثل بعض. مرات بنكون نحن عم نميز بين الصبي والبنت، واحيانا تكون البنت اشطر من الصبي واحسن وبتكون فهمانه اكثر. لازم يكون في مساواه، لانه كلنا مثل بعض، مفروض نكون ما في حدا اهم من حدا بحياه الله شيء.
هلا نحن كيف عايشين بفرقوا بين الشباب والبنات، بس هو لازم نحن ما نفرق بين الشباب والبنات. كل شخص لازم ياخذ فرصه بغض النظر اذا كان شاب او بنت. المجتمع اكيد بيصير احسن لما يكون في مساواة بين الشاب والبنت، لانه كل واحد بياخذ حقه وما بيفرقون على البعض. لازم هو الشخص يتحاسب قد ما هو بيعرف، مش ضروري على جنسه. بتمنى ما عاد يفرقوا، لان كنا نفس بعض. مش هو عنده ايد وانا ما عندي ايد. اذا ما في مساواة، حدا بيكون متميز اكثر من حدا، حدا عم يمتهكوا حقه اكثر من حدا ثاني، ولسبب مش بايده يعني. بتمنى انه يصير مساواة بين الشباب والبنات، مشان كل وحده تاخذ حقها، لانه الله خلقنا كلنا على صورته، فما ميزنا نحن عن الشباب، كلنا على صوره الله. لازم نكون كلنا متساويين مشان نمشي سوا، وما يكون كل واحد لحاله. شفنا ريبورتاج عن المساواه بين الصبي وبين البنت. كيف برايك كيف بنقدر نضمن المساواه بين الصبي والبنت عزيزه حسب رايك؟ تعلم مثل الشاب، يعني تاخذ مستوى عالي ومستوى عالي شهادات، ويعني وتتعلم بساعتها بنضمن انه تكون عندها حق البنت مثل حق الصبي او مثل حق الشاب. شكرا عزيزه. كمان بهمني اسمع رايك سلسبيل، انت اليوم القائده، عم تتصرفي بقياده، عم تفرجي مهارات لها علاقه بالقياده، كمان كيف منعزز انه تحصل الفتاه مثل الشاب على نفس الحقوق ويكونوا عندهم تساوي بالحقوق؟ نعطيها للبنت نفس الفرص اللي بنعطيها للشاب. نعم. وبنخليها تتعلم. نعم. بنعزز لها قدراتها، بنعطيها دعم نفسي، هذا الشيء بخليها قويه وواثقه من حالها، وما نميز بين البنت والشاب. برافو سلسبيل، شكرا لك. قربوا لعندي لنسمع النتيجه ونشوف قديش صار السكور، وبعدين نطلع بريك انا وانتو. ماري تيريز، تعادل بين الفريقين بهاللعبة، هل تغير التعادل؟ شو النتيجة؟ من بعد ما تشاورنا أنا وجودت، فريق النجوم أخذوا 3 علامات وفريق الأقوياء أخذوا 2. 3-2. روقوا، بعد في كثير حلقات وبعد في كثير تحديات، ما تنبسطوا، بلا انبسطوا، بحق لكم تنبسطوا بالنتيجة، لأنه لأول مرة فريق النجوم. بس أنا حابب أقول لك إنه مثل ما بتشوف أعطيناهم فرصة ليذوق شوي طعم الفوز. أوكي. بس مثل ما بنقول نوعدك إنه الفريق جاهز لحتى يتحدى أكثر وأكثر، وبعدنا بالبداية. صحيح، بعد في كثير من التحديات، وبعد في كثير من الفقرات، وبعد شوي رح نشوف لوين راحوا الشباب والصبايا وأي فعل خير عملوه. نحن بنرجع بعد البريك. بازل بكفي معكم، النتيجة لهلا 27 لفريق النجوم و26 لفريق الأقوياء. بكل حلقة نطلع برات الاستوديو مع الشباب والصبايا، لأنه بيكون عندهم مهمة إنسانية فيها فعل خير وفعل لطف بيقوموا فيه. شو هي مهمتهم لليوم؟ منتابع سوا. هذا السناك بيقدم غدا للمحتاجين اللي ما بيدفع حق اكل. انا كثير متحمسه انه بدنا نبلش هلا. ايه بس انا خايف لانه ممكن ما نلحق يعني نقدم كل الاكل لكل الناس، ممكن كمان يكون في عجقه جوا. يلا شباب صبايا خلونا نفوت. يلا. بونجور. اهلا وسهلا فيكم. نحن كثير حبينا فكره السناك، فنحن جايين اليوم تنساعدك. فيك تخبرينا شو بدنا نعمل؟ اهلا وسهلا اول شيء فيكم، كثير مهضومين ومشكوركم لانه على فكرتكم الحلوه. ميرسي. وهلا يلا تفضلوا بنقسم الشغل تنطعم الختيارين. يلا اهلا وسهلا.
أول ما وصلت لهون كنت مبسوطة كتير، بس كنت عم فكر إنه بس فوت لجوا شو بدي أعمل. قلت خليني أشوف إنه شو في جوا، فكنت كتير متحمسة. أنا المسؤولة عن الطبخ شيف، وكل يوم بنحضر تقريباً ل 250 ل 300 شخص وجبة الغداء. وقت وصلت لهون قلت متلبكة إنه أول مرة بدنا نشتغل هالشي، يمكن ما نعرف نشتغله. ورجعنا اشتغلنا وساعدنا وزبطت الشغلة معنا. قسمنا الشغل على بعضنا، فأنا وأحمد استلمنا إنه ننظف الطاولات ونظبط الكراسي. أنا اليوم أول ما أجيت عملت معهم قبل ما يوصل العالم، ساعدتهم بتحضير السلطة. استلمت توزيع المي والخبز على الطاولات ووزعتهم كلهم. وقت خلصت توزيع الخبز والمي كان بعد في شوي ليجي العالم. هالوقت أنا زهقت، فطلعت لفوق لعند ميديا وعليا، شفتهم عم بقصوا ملفوف، فجربت قص ملفوف بس ما زبطوا فخلص. فهلا نحن جاهزين وناطرين العالم تيجوا. كنا عم نشتغل دغري، يعني هيك الساعة 12 اجوا فجأة الناس ونقزنا انه كيف رح نساعدهم، ورجعنا شوي شوي لحقنا للكل وساعدنا. أول ما وصلوا العالم اتفاجأت لأنه كان عددهم كتير كبير. كنا نصب الأكل بصحون ونوزعهم على العالم، وبعدين بعد وقت صغير نرجع نسألهم إذا بدهم مي أو إذا بدهم يزيدوا أو إذا بدهم سلطة. صحن شو طيب الأكل؟ أنتوا أطيب. إيه ميرسي. نحن بنشكر لأبونا مجدي إنه عم بتطلع على العالم كله. الله يخلي أولاده، الله يخلي صحته كثير. امين امين. إلي 5 سنين باكل بجمعية عند ابونا مجدي العلاوي، طولنا بعمره تعبي. الله يبارك بالكريم اللي بيعطي العالم من خيره، اجره كبير فضله عظيم يلي بيدفع غيره. دايما في متطوعين عنا، بس اليوم كان كثير حلو لانه المتطوعين عنا بعمر صغير كثير كانوا مهضومين، ومنشجع كل شيء بعمرهم والاكبر يجرب هالشعور لانه كثير كثير حلو. تعبت لانه اول مره بجرب هيك وزع اعطي، ولان ماني متعود ساعتها تعبت، بس انا مبسوط لاني ساعدت العالم وعملت خير. كلهم شاطرين. في كميل جرب كل شيء، يعني تقديم المي والخبز والتقطيع، وشطور كثير. وفي احمد صحيح صغير بس فعله كبير. كثير كان شطور وبرى مع كل الطاولات وما قعد يعني، والصبايا بعدوا بالفرم بالتقطيع البندوره بكل شيء. هذا يعني السناك هو عبارة على مساعدة كتير للناس. حالة شخص ممكن يجي لعنده يتغدى ياكل يشرب، والشيء الحلو اكثر انه فور فري بلاش. كانوا كثير مبسوطين وعم يعطوا من قلبهم وحابين هالتجربه اللي قاموا فيها، وفي منهم طلبوا انه يرجعوا يعيدوها. لقيت هالتجربه رائعه كثير، واول مره بجربها، واكيد يعني بحب جربها ثاني مره لانه بحب ساعد الناس اكيد. انا كثير كنت مبسوطه لاني كنت عم شوف البسمه على وجوههم كيف نحن عم نساعدهم، وهي اول تجربه انا بعملها. انا كنت مبسوطه انه هيك عم بعطي للعالم وعم بياكلوا ويشربوا، كثير انبسطت. كله شفته كان مبسوط، انا الان شفتهم مبسوطين كمان انبسطت. اكثر شيء حبيته اليوم هو فكره انه يفتحوا هيك سناك او هيك محل يساعد الناس اللي ما بتقدر تدفع، الناس اللي ما معها مصاري، الناس اللي ما بتقدر تاكل. لكل الشباب والصبايا يلي بيتابعونا من بيوتهم عبر الشاشه، بدعيكم دائما تتواصلوا معنا وتعطونا رايكم حتى بالمبادرات الانسانيه يلي عم بيقوموا فيها المشتركين ببرنامجنا. مارك، زملائك
وانت كأكيد بحلقة من الحلقات رح بتكون بمهمة إنسانية. يمكن في البعض بيستغربوا أو بيسألوا الأطفال كيف فيهم يفيدوا المجتمع؟ يعني الكبار بركي إذا بيشتغلوا بيفيدوا المجتمع، بس الصغار مثلك كيف فيهم يفيدوا مجتمعهم؟ لما نعمل واجباتنا، لما نروح نتعلم، نحافظ على الطبيعة، نحافظ على الطبيعة، نكون عم نخدم مجتمعنا. سلاف أنت كمان شو رأيك بهذا الموضوع؟ كيف فيهم الصغار يخدموا مجتمعهم؟ لما نكون صغار لازم نحافظ على نظافة البيئة، ولما نكبر ولما ندرس لازم منصير ناس أحسن، وبالتالي منفيد مجتمعنا أكثر. معك حق كثير، برافو سلاف ومارك، أنا كثير مبسوط فيكم ومبسوط برأيكم، لأنه كمان رأيكم يلي بتقولوا لنا إياه بيعلمنا. أوكي، هلأ أنا وإنتوا رح نتوقف مع المشاهدين مع فاصل، من بعده بنرجع للفقرة الأخيرة. بتعرف مارك شو هي الفقرة الأخيرة بالبرنامج؟ ما بتعرف؟ سلاف كمان ما بتعرفي؟ طيب ناطركم فقرة إلها علاقة بالموسيقى، رح تتحدوا فيها كفريقين تصيروا فريق واحد وتقدموا لنا شيء موسيقي حلو. يلا روحوا استعدوا، نوقف فاصل ومنتابع فاصل. الفقرة الأخيرة بحلقة اليوم من فازل، ببطلوا فريقين بيصيروا فريق واحد وبيتعاونوا مع بعضهم ليقدموا لنا إبداع فني على طريقتهم، على قدهم كأطفال عم يطلعوا كتير حلوين لأنه بيشبهوهم. مش مطلوب تعملوا سيمفونية كبيرة، مطلوب تعبروا من جوات قلبكن عن شي حلو، إنكن تستخدموا الموسيقى والريتم والإيقاع لتقدموا لنا شي حلو. رح تجتمعوا وتتمرنوا وبنرجع منشوف النتيجة. هيك بتخلص حلقة اليوم من بازل، هيك قرروا الشباب يعبروا والصبايا بالموسيقى. ما تنسوا تتواصلوا معنا عبر كل مواقع التواصل الاجتماعي لنبقى نحن وانتو على تواصل، حتى فريق العمل بحب يرجع ولد صغير ويرقص ويعبر بالموسيقى. إلى اللقاء.